شردوه حقروه من خدمة حرموه طالب يكون في الاستبداد تتفرد ما تسيناش كيفاش تقمع من الاخرى يطرد خاطر محامي صحفي سيدي تتراكمو من 55 قل لي خويا علاش تحاكمو شعب يعاني رضيات تمينا اليوم ككلام شارع وزواولة في فضاء مسار من حسن حمودة تمينا في إطار حملة مانيش مسامح اللي كان الهدف نتاعها الأساسي هو الإطاحة بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والاجتماعية لاقتراحات رئاسة الجمهورية. بون لما هذه هو مبادرة باهية من الناس اللي في الحملة على خاطر شافوا أنه الجانب الفني ولا الثقافي مهم برشا في الدفاع عن كل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كل والشكل هو مهم برشا في من أشكال المعارضة. دونك ما فماش علاش باش مانيش مسامح تكون في ضمن معناتها التحركات نتاعها التحرك الفني والثقافي كقيادة الحملة هذه وكطريقة أخرى أهم أساسية وركيزة من ركائز التعبير بطريقة عن الرفض نتاعنا للقانون هذا. كلنا اليوم في هاللمة هذه تجمعنا حاجة واحدة أنه ضرورة التصدي لمشروع قانون المصالحة على الصعيد المالي والصعيد الاقتصادي. الكلنا موجودين لنا وكلنا يد واحدة باش نقولوا لا سماح ولا رباح مع الناس اللي كلات ونهبت خيرات تاع البلاد نتاعنا. باش نقولوا هذا بطريقة فنية موسيقيا بالشعر وبالرسم باش نكونوا أرقى منهم، يعني الفنان صحيح مع شعبه في الساحات أو لكن في اللحظة هذه يلزم بالحق الفنان يلعب دور ويختار أنه الخندق باش يكون فيه. القطر نازل على السجون رايح من سجنك حبيبي في العيون لسجن مليان بالهموم تولي ضربة المدراك وشام لين تكثر سلاسلهم حتى ترضخ لعمايلهم حتى يستانس الراس بالتطبيس ويصبح سيدك البوليس لمتاش وحق ربي وحق ربي والعباد وحق عزة هالبلاد ما عاد فيها سلام. نجمنا نوصلوا بنصوصنا ان نحن ضد المصالحة هذيا ضد القانون الزائف هذيا ضد انه نرجع المنظومة الفاسدة القديمة ضد انه نرجع نكمل الأفواه كما قبل. بالنسبة لي انا قلت هم لو القانون هذا هو قانون خاص عملوه قانون متاع قانون ذاتي بالنسبة لي ما هوش باش ينفع الشعب بالعكس باش يضروا باش يرجعوا للقبل. دونك الفنان من بلاصتو يوصل بأي طريقة يوصل بالرسم بالسلام وانا هوني طبعا مثلا جيت بالنسبة لي باش نوصل بنص